حدد تقاطعات X و Y للخط Y تساوي 3X ناقص 9، ثم مثل الخط بيانيا. إذن تقاطع X وهو حيث يتقاطع الخط مع محور X. تذكروا أن هذا المحور الأفقي هو محور X، وإذا تقاطع شيء ما مع محور X فهذا ما نسميه بالإحداثي، أو يمكن أن يكون أي شيء لكننا نعلم أن قيمة Y تساوي صفر. إذا تمركزنا على محور X في مكان ما فهذا يعني أننا سنتحرك باتجاه Y، وهذا يعني أن Y تساوي صفر. فعلينا أن نعرف قيمة X المعرفة بهذه العلاقة عندما Y تساوي صفر. بشكل مشابه عندما أتحدث عن تقاطع Y سأفعل هذا هنا. إذا كنت أتحدث عن تقاطع Y ماذا يعني هذا؟ إذن هذا محور Y الذي يتجه لأعلى وأسفل. تقاطع Y عبارة عن النقطة حيث الخط يتقاطع مع محور Y. إذن دعونا نكمل. محور Y أو قيمة Y يمكنها أن تكون أي شيء استنادا على مكان محور Y، لكننا نعلم أنه يجب أن نتحرك لليسار واليمين. نعلم أن قيمة X تساوي صفر على تقاطع Y. إذن هنا ستكون القيمة صفر، ونعرف النقطة الحالية، أي علينا أن نعرف قيمة Y المعرفة من خلال هذه العلاقة. إذن دعونا نبدأ بالنقطة الأولى أولا، تقاطع X عندما Y تساوي صفر. إذن نقول أن Y تساوي صفر ونجد X، فنحصل على صفر تساوي 3X ناقص 9. يمكننا أن نضيف 9 لطرفي المعادلة حتى نعزل عبارة X، فنحصل على 9 تساوي 3X، وهذان يتم حذفهما، ويمكننا أن نقسم كلا الطرفين على 3، فنحصل على X تساوي 3. إذن النقطة Y تساوي 0، X تساوي 3 تقع على الخط، ونحافظ على الترتيب حيث أن عبارات X تأتي أولا دائما. هذه نقطة الأصل، 1 2 3 تقع هنا، 3 مع 0 هذا هو تقاطع X. تذكروا نحن على نقطة تقع على محور X لكن قيمة Y هي 0، لذا علينا أن نتحرك لأعلى وأسفل. ذلك يعني أن قيمة Y هي 0، لذا علينا أن نجد قيمة X على تقاطع Y، وتقاطع Y حتى يتناسب مع هذا الخط يجب أن تكون قيمة X هي 0. إذن دعونا نجد قيمة Y عندما X تساوي 0. إذن Y سأكتب هذا باللون الوردي، Y تساوي 3 ضرب 0 ناقص 9 ناقص 9. حسنا، 3 ضرب 0 تساوي 0. إذن 0 ناقص 9 تساوي سالب 9. إذا لدينا النقطة 0 مع سالب 9، فعندما X تساوي 0 سننزل للأسفل، تكون Y تساوي 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا هنا تقع النقطة 0 مع سالب 9، 0 مع سالب 9. ولاحظوا أنها تقع على محور Y، ولهذا السبب هي تقاطع Y وX تساوي 0. إذن هاتين النقطتين تمثلان خط، والآن نحن جاهزون لأن نصل بينهما. علينا أن نصل بين النقاط، ستبدو هكذا، سيبدو كخط، لن يكون خطا جيدا لكن سأقوم ما بوسعي حتى أجعله كذلك. يستمر بصورة خط مستقيم ويستمر إلى ما لا نهاية هكذا. يستمر إلى ما لا نهاية في هذا الاتجاه، ثم إنه لا يبدو مستقيما من هنا، لكن أعتقد أنكم فهمتم الفكرة. يستمر بهذا الشكل وانتهينا.